ما نشاهده اليوم من حروب دولية أو إقليمية أو داخلية أو حتى من قتال وشجار قبلي أو فردي غالبه بسبب المال، فإن الاقتصاد اليوم السائد في العالم قائم على نظريات رأسمالية وضعية وضعها البشر، وها هم يعدلون هذه النظريات باستمرار. ومن أسوأ ما أنتجته هذه النظريات هو فصل الدين والأخلاق عن المال والاقتصاد، مما شكل وحوشا بشرية تنهب المال من حلال أو حرام بدون أخلاق أو قيم أو عقائد أو أديان. ها نحن نرى اليوم أطنانا من القمح ترمى في البحر حفاظا على السعر العالمي، بينما أناس بالملايين يموتون جوعا. أين الأخلاق؟ أين القيم؟ أين الدين في هذا؟ ها نحن اليوم نرى أناسا يصعدون إلى السحاب غنى وملياردهات ومليونوريهات يتشكلون، بينما نرى ملايين من الجوع يموتون جوعا. أين العدل؟ أين الأخلاق؟ أين القيم؟ أين العدل في توزيع الثروة؟ ما تقام اليوم من أجله الحروب غالبه بسبب المال بين الدول أو الجماعات أو الأحزاب. الإسلام لم يفصل المال عن الدين والأخلاق والقيم، بل جعلها مرتبطة، بل جعل الإنسان مستخلفا في المال، ليس مالكا له على وجه الحقيقة، وإنما المالك هو الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك ربط الإسلام العقائد بالمال، بل ربط أركان الإيمان الستة بالمال، فجعل توحيد المسلم مرتبطا بالمال. فلا بد على المسلم أن يعتقد أن الله هو المالك، والله خلقكم وما تعملون، ويعتقد أن المال هذا إنما هو في يده اختبار وابتلاء لينال الجزاء والثواب عند الله تبارك وتعالى. فلا انفصام ولا انفصال في الاقتصاد الإسلامي، في علم المال في الإسلام، عن الدين وعن الأخلاق والقيم. ولذلك في الحضارة الإسلامية لم تتشكل هذه الوحوش البشرية المالية التي أنشأت الحروب الدولية والإقليمية كما نشاهدها اليوم في الاقتصاد الرأسمالي البشري الوضعي الذي فصل الدين والأخلاق والقيم عن الاقتصاد، وللأسف الشديد.